الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الخبز كل موجود متوفر والحمد لله في الصنف كله الانواع كل. ياسين الورتاني ساكن حومة الجامع، نخدم طباخ. علي بزوفت شوي. بالنسبة لنا نحن في القروين عندنا طابع خاص بالخبز، وعندنا برشا انواع من الخبز تشهر بها القروين، وخصوصا في شهر رمضان خبز بس مجرح. عندنا الباكيت اللي تستعمل لها كيما سلطة بلانكيت وكذا، وحزن المكرة كذا، وعندنا خبز الشعير، خبز القمح، خبز الصينية بزيت الزيتونة، فهمتي ولا؟ وهذه المهنة هذه متقدمينها ياسر، فهمتي ولا؟ حتى باللي دخل في الماكينة الجدد وكل شيء، مازلنا نستعملوا في الفور القديم العربي اللي بنص العربي، فهمت؟ واللي بيجير هذايا حتى تقابل ملح، ما نجموش يبنيوه توا حسب تقنيات جديدة كل شيء، حتى ولو كي دخل الخبز جديد معناتها مازال ثم طبعا نتاعنا القديم في القبان مازال موجود ومازال متوفر. والله السر هو علاش القيروان معناها مشهورة يعني بالخبز، هي مرهونة يعني في اللفاحات، فما فاحات نعملوها نحن قبل، فيا قبل ما قعدتش هي توا لما حالا نقصت الكيفية متاع قبل الخبز المبس، أما قبل كنا نعمل في الفاحات حبة الحلاوة وبسبس مرحي والواحد، وكنا نخدمه حتى بزيت الزيتون، والله كنا نحطه حتى بزيت الزيتون الخبز الكبير هذاك العرب هذاك، ما تلقاوش في تونس كامل ما يخدموش بيه، خاطر باز اللي عندهم غادي ديما يخدموا فارينة ومية الخبز معناها. اما نحن الخبز العربي اول ما طلع ما كان في كم جمهوريه وفي ليله القيروان الناس تجينا معناها من اقصى الشمال لاقصى الجنوب معناها، والله منهم مره قبل معناها الحكايه جاوني عباد معناها قال لي هذا ماشي للرئاسه خبز جاو خذاه من عندنا من هنا، قال جيو بالذمه لهنا مشي يزو وقت القصر الرئاسي الواحد، وهذاك علاش تشهرت القروين خاصه في امور الخبز والمقروض، معناها اللي مشى يبدا يقول لك خبز ومقروض في القروين. والله ايش نقول لك، هي تو تبدلت الحكايه راهي نتاع الخبز ما قعدش قبل، خاطر فما ياسر تغييرات دخلت على الخبز، فما تو كيما نقولوا تقسموها، فما كوشه صنف ا وصنف ب، ولا المدعم يتخدم وحده، كنا قبل نخدموا مدعم بس مع بعض، نحيت الحكايه هذه قسموها، ولات صنف ا معناها خبز مدعم تاع 230 ملي، وفما بتاع الخبز المبسس معناها ولا يخدم في ما عندوش حق باش يخدم خبز مدعم، ولكن فما صارت ازمه نتاع السميد تعرف واحد معناها والزيت وامور الاحتكار وامور الواحد ما عادش معناها، حتى في الكونتيتي كنا كيما نقولوا نطلعوا كيما نقولوا 1000 خبزه ولينا نطلعوا غشتر 500 خبزه ما ساعدش على خاطر. والله هو كيما قلت لك من الاول يعني في بدايه الحديث سبحان الله اللي باش يهبط معناها ازاي القروان ديريكت يقول لك باش نروح باش يقول لك وين خبز قروان، وين خبز قروان وين المقروف، فهمت كيفاش؟ ونحن توا ديجا معناها الكوشه نتاع الخبز معناها المبس نتاعنا ولات في القرقابيه معناها دار الطابع يعني غادي هذاك ولينا نخدموا فيها خبز مبس صافي لهنا، ولينا نخدموا خبز مدعم كيما قلت لك يعني تقسمت معناها. والله هذاك هو مشات القرون كيما قلت معناها خبز ولا كفتيجي ولا مقروض، هذيك هي القرون معناها مشهوره بالحاجات هذه الزين، مش يجي باز ديريكت على الشيء هذا. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.